بالعكس والله، ده العلاقة يعني زادت أكتر، لأن هي طبعا اتجوزت وبقى لها بيتها وحياتها الزوجية، فبقى يعني إيه، بقيت دلوقتي هي بعيد عني فبقيت أشتاق لها أكتر. أنا عيالي الحمد لله كويسين معايا، لو تعبت عييت بتاع معايا، أروح هنا وهنا معايا بنتي الحمد لله، يعني علاقة حلوة مش وحشة. ممكن الواد يتشغل لكن البنت لا. المحبة ازدادت ويبقى روحنا فيهم، وأول ما بيجوا عندنا كمان في زيارات وكده بيبقى شايلينهم هم وأولادهم على دماغنا من فوق، واللي عايزينه كله بياخدوه من غير ما يطلبوا كمان. علاقة بتقل شوية لأن في انشغال، في مسؤولية، في زوج، في بيت، في عيلة تانية بنكون معاها، مش زي ما بنكون قبل الجواز بنكون على طول معاهم يوميا لحظيا كل حاجة. فالانشغال ده بيؤدي لو هي مش في تعب او حاجه عندها او اي ظرف عندها ما بنكونش احنا حاضرين، فبالتالي بيبقى في تقصير من ناحيتنا. بعد الجواز بيبقى غصب عن الواحد، يعني العلاقه اللي بالقلب ما بتتغيرش، بس طبعا انشغال الواحد بالبيت والاولاد بعد كده كمان طبعا بيحصل يعني غصب عن الواحد بيحصل بعد بنسبة في الوقت وفي الجسم، لكن في الروح لا طبعا. لا، هو عامة يعني البنت يعني ممكن يكون بتتلهي شوية في حياتها الزوجية الجديدة، بس الأم يعني دورها يعني ما بيختلفش عليه اتنين، هي الأم هي الأم، يعني الواحدة ما بتقدرش تستغنى عن مامتها. يعني أنا مامتي دي كانت أساسي في حياتي، في كل حاجة لازم كل حاجة بشور عليها في حياتي، حتى لما جيت ولدت. بس هو للأسف ماما يعني ليها سنتين اتوفت، ويعني الله يرحمها. يعني ايوه في انشغال بس الاهتمام لا، يعني اكيد هفضلها وقت وهفضلها اهتمام طبعا. هي عارفه هي عايزاني يكون احسن، يعني مفيش، لا هي مش عايزه تكون، هي مش شايفه نفسها، بس هي شايفاني قبل نفسها على طول بصراحه. علاقه بتحلو وتستقر ان ابني تزوج وانا ببقى فرحان بيه، بيبقى في اولاد والاولاد اعز الولد ولد الولد.